فيلم باسنجر 57. عميل سري متقاعد بينقص طيارة من الخطف على إيد إرهابي خطير بعد ما زوجته اتقتلت في حادثة مشابهة. تشارلي زرين مجرم بريطاني مشهور عمل كل الجرائم اللي ممكن تتخيلها، بس من رغم من سجله الإجرامي ده عمره ما اتقبض عليه، وده لأنه كان شاطر جدا في الهروب من الشرطة دايما، وبنشوفه بعدها في غرفة العمليات وحواليه أطباء وجراحين كتير، وده لأنه كان عايز يعمل عملية يغير فيها شكله، ودي مش أول مرة يعمل فيها العملية دي، دي المرة العاشرة. ولما رئيس الجراحين كان داخل عشان يخدره، تشارلز رفض التخدير وقال انه بيحب الالم وبيستمتع بيه، يعني كده المجرم المجنون ده هيعمل عمليه جراحيه كامله بدون بنج. في نفس الوقت الشرطه جت وحصرت المبنى اللي فيه تشارلز، باين كده ان حد بلغهم بمكانه، وقبل ما يبداوا بالاقتحام قائد الشرطه اجتمع بيهم وحذرهم ان تشارلز قاتل محترف ويقدر يقتل عدد كبير من الرجاله بدون ما يستخدم سلاح حتى، وطلعوا بعدها للدور ال13 عشان يقبضوا على تشارلز. قبل ما الدكتور يبدا العمليه تشارلز حس بوجود الشرطه وخد المشرط من الدكتور وخلص عليه، واول ما الشرطه دخل اوضه العمليات ما لقوش تشارلز، تشارلز هرب منهم وقدر انه يتفادى الرصاص بتاعهم وكسر الازاز ونط من المبنى من الدور ال13. وبالرغم من الارتفاع الكبير ده تشارلز نزل سليم وجري زي الحصان، بس عربيات الشرطه كانت اسرع وقدروا انهم يحصروه في الاخر وقبضوا عليه بعد 15 سنه من المطاردات. بننتقل بعدها لطياره وبنشوف فيها مضيفه جميله اسمها مارتا. مارتا كانت بتعدي على الركاب وبتشوفهم لو محتاجين اي حاجه، وفجاه بيظهر راجل مشبوه وبيطلع مسدس من جيبه وبياخد مارتا كرهينه وبيهدد انه هيقتلها لو طلباته ما اتنفذتش، بس مارتا كانت شجاعه وضربته في رجله وقدر واحد من الركاب انه يسحب المسدس من المجرم ده. بعدها كل اللي موجودين في الطياره بيسقفوا، وبنعرف ان ده كان مجرد تمثيليه عشان يدربوا المضيفات على التصرف في الحوادث المشابهه. بنعرف بعدها ان الراجل المشبوه ده اسمه جون كارتر، جون عميل سري متقاعد وكان عنده خبرات سابقه كتير جدا في الجرائم اللي من النوع ده. بيظهر بعدها سلاي مسؤول شركه الطيران وبياخد جون وبيمشي. الاتنين كان باين عليهم انهم اصحاب قريبين جدا، وهما بيتمشوا مع بعض سلاي طلب من جون انه يرجع يشتغل تاني، بس جون رفض وقال له انه مش هيضحي بنفسه عشان حد تاني، وساعتها سلاي عرض عليه انه يمسك امن شركه الطيران. جون فكر في العرض شويه بس وافق على طول اول ما سلاي قال له انه هيشتغل مرتين في الشهر بس. في الناحيه التانيه بنشوف تشارلز في الزنزانه وبنشوف المحامي بتاعه وهو بيتكلم معاه وبيقول له انه هيروح كاليفورنيا قريب عشان يتعدم بالكرسي الكهربائي، وان الحل الوحيد للخروج من القضيه دي انه يعمل نفسه مجنون. بس لسوء حظ المحامي تشارلز ما عجبوش الكلام وهجم على المحامي وموته من الضرب، وفضل يقول له انا مش مجنون. بعدها بننتقل لجون وبنشوفه واقف عريان من فوق وقاعد يتامل، وبنرجع بعدها فلاش باك من 5 سنين وبنشوف جون وهو بيشتري حاجات من السوبر ماركت هو وزوجته، وفجاه دخل حرامي مجنون للسوبر ماركت وهدد صاحب السوبر ماركت بالمسدس اللي معاه. جون ما وقفش ساكت وزي اي راجل شهم اتدخل في الموضوع ورفع مسدسه في وش الحرامي ده، بس للاسف الحرامي خد زوجته كرهينه وهدد انه هيقتلها لو ما نزلش مسدسه. وبالرغم ان جون عمل اللي هو عايزه الا ان الحرامي ضرب زوجته بالنار برضه، وجون ضرب الحرامي بالنار وقتله. ولما رجع لزوجته عشان يطمن عليها لقاها ماتت، والحادثة دي سببت له صدمة كبيرة جدا لدرجة انه ساب شغله كعميل سري في المخابرات وعزل نفسه لشهور كتير. في الوقت الحاضر جون استعد لليوم الاول في شغله، شغله كان عبارة عن انه يتنكر على انه راكب عادي ويركب الطيارة مع الركاب ويكون مسؤول عن امنهم ضد حوادث الخطف. وفعلا جون عمل كده وخد الكرسي رقم 57 في الطياره، وبالصدفه كان في 2 من عملاء مكتب الامن الفدرالي معاه على الطياره طبعا علشان ينقلوا تشارلز لمكان اعدامه. الرحله دي كانت رايحه كاليفورنيا وكان في 2 مضيفات، وواحده اسمها مارتا ودي اللي شفناها قبل كده، والتانيه احلى من مارتا واسمها سابرينا. في الطياره كان في طفل صغير بيلعب مع تشارلز وعمل ايده مسدس وضرب عليه رصاصه خياليه، وتشارلز استجاب للعبه الطفل وعمل نفسه ميت وكمل لعب معاه وعمل ايده مسدس هو كمان، بس لما جه يبعت له رصاصه خيالية الكلبشات بانت في ايديه ودرع بالطفل الصغير ومجموعة من ركاب الطيارة، وبدأوا يسألوا لو الموضوع آمن بالنسبة ليهم. وساعتها سابرينا جت وطمنتهم ان كل حاجة ماشية تمام، سابرينا طمنتني انا شخصيا. المهم بعد فترة سابرينا اتصلت براجل شكله غريب وطلبت منه انه يجيب لها الاكل المخصوص، وفعلا الراجل جاب لها شنطة معدنية غريبة وغطاها بغطا الاكل وطلع الطيارة. في الوقت ده جون زهق من رغي الست اللي جنبه وقرر يروح الحمام، واول ما قفل الباب سابرينا دخلت بعربية الاكل المخصوص، وبنعرف ان الشنطة المعدنية كان جواها مسدس، وقربت بعدها على الاتنين العملاء وضربتهم بالنار في دماغهم، وده خلى الفوضى تنتشر في الطيارة. في نفس الوقت تشارلز قام من مكانه وفك الكلبشات بتاعته، وفي 3 مجرمين تانيين قاموا من مكانهم وهددوا الناس بالسلاح عشان يسكتوا. وهنا بنكتشف ان تشارلز كان مخطط لكل حاجه من الاول، ولما عرف انه هيتنقل لكاليفورنيا عن طريق شركه طيران مدنيه
أجر ناس من الشركة دي وخطط للي حصل دلوقتي. تشارلز دخل بعدها الأوضة القيادة وقتل واحد من الطيارين عشان يخوف الطيار التاني ويسيطر عليه، واتكلم في الميكروفون وقال للركاب انه خطف الطيارة وكمان هيغير مسارهم وانهم هيبقوا تمام وزي الفل لو سمعوا كلامه وقطعوا أوامره. جون سمع كل الأكشن ده وهو في الحمام، وبالرغم انه كان مرعوب من حوار الخطف ده بس قدر انه يمسك تليفون من تليفونات الطيارة وبلغ صاحبه سلاي باللي بيحصل، وضرب واحد من المجرمين وخد سلاحه وعمل درع بشري ووقف قدام تشارلز، بس تشارلز مسكتش وخد مرته هي كمان كدرع بشري. كده محدش احسن من حد، والاتنين وقفوا بعدها يتكلموا قدام بعض، بس تشارلز قتل واحد من الركاب عشان يبين لجون انه ما بيهزرش، وضرب رصاصة تانية على جون بس جت في المجرم زميله. جون ومارتا استغلوا الوضع وقدروا يهربوا وخدوا المصعد ونزلوا لأوضة الشحن، وهناك قابلوا الراجل اللي بعت لسابرينا الطلب المخصوص، فجون هجم عليه وثبته في الحيطة، بس الراجل عمل نفسه بريء وانه واحد من موظفين الشركة، وساعتها جون سابه. وفي لحظة الراجل الشرير طلع مطوة من جيبه وهجم على جون، والاتنين دخلوا يلطشوا في بعض، بس في النهاية جون هزم وكسر بيه الباب، وجون ربطه بعدها وراح هو ومارتا على غرفة إلكترونيات الطيارة. جون كان عنده خطة، كان عايز يفضي تانك الوقود بتاع الطيارة، وبكده هيجبر الطيارة انها تعمل هبوط اضطراري في اقرب مطار، بس مارتا عرضت فكرته وقالت له ان الفكرة دي ممكن تدمر الطيارة، بس جون قال لها ان دي الطريقة الوحيدة عشان يوقف الطيارة، وفعلا مارتا اضطرت توافق على خطته، والاتنين راحوا بعدها المكان العجل لان ده انسب مكان ينطوا منه لما الطيارة تهبط، وفعلا خطتهم بتنجح والوقود بيخلص والطيارة بتضطر تعمل هبوط اضطراري في اقرب نقطة. في نفس الوقت في مقر شركة الطيران، سلاي واللي معاه اكتشفوا ان الطيارة هتعمل هبوط اضطراري في مطار صغير في حتة اسمها لوسيل، وفعلا سلاي ما ضيعش اي وقت وركب الطيارة الهليكوبتر وراح على المكان ده. في مكان العجل جون ومارتا كانوا مستنيين ان الطيارة تهبط عشان ينطوا منها، وفعلا الطيارة هبطت، بس قبل ما الاتنين ينطوا اكتشفوا ان في واحد من المجرمين عمل لهم كمين وزق جون من الطيارة وخطف مارتا من تاني وحبسها مع الرهائن. بعد لحظات وصل اتنين من الشرطة وقبضوا على جون، وبالرغم ان جون حلف لهم الف مرة انه طيب مش شرير محدش فيهم صدقه وخدوه معاهم. في الوقت ده تشارلز اتصل بالشرطة ورد عليه بيجز رئيس الشرطة، وساعتها تشارلز قال له على مطالبه وقال له انه محتاج الطيارة تتفول بالوقود خلال 10 دقايق، وفي المقابل هيفرج عمية من ركاب الطيارة، بس بيجز موافقش على اقتراحه، وساعتها تشارلز قتل 5 من الركاب عشان يبين انه ما بيقولش اي كلامه خلاص، وفعلا بيجز اضطر انه ينفذ كلامه. في اللحظة دي رجالة الشرطة دخلوا على بيجز وجون معاهم، بيجز كان متأكد ان جون شرير وواحد من المجرمين دول، وساعتها تشارلز عمل حركة صايعة واكد شكوك بيجز وكذب عليه وقال له ان جون واحد من رجالته فعلا، بس خانه وما سمعش كلامه. اول ما بيجز سمع الكلام ده امر الضباط بتوعه انهم يحبسوا جون في البدروم على ما يشوفوا له صرفة بعدين، بس جون كان اقوى منهم وهزمهم كلهم وهرب بعدها على موتوسيكل وراح على مكان هبوط الطيارة. بعد ما الطيارة اتفولت بالوقود تشارلز اطلق سراح 100 من الرهائن زي ما وعد، واستغل الفوضى اللي حصلت وهرب هو واتنين من رجالته من الطيارة، واختلط بعدها في وسط الزحمة وراح على مهرجان قريب. أخيرا بتوصل المخابرات الأمريكية لبرج المراقبة، وهناك رئيس المجموعة طلب من بيجز تقرير مفصل على اللي بيحصل، ولما عرف أن رجالة الشرطة قبضوا على جون اتعصب عليهم جدا وقال عليهم أغبية وقال لهم أن جون كان واحد منهم فعلا. بنرجع بعدها للمهرجان وبنشوف جون وهو ماشي ورا المجرمين دول في السر، بس لسوء حظ واحد من المجرمين اكتشفه وضرب عليه النار، بس ما جاتش فيه وجات في شخص تاني مكانه، وضرب النار ده عمل فوضى كبيرة في المهرجان. جون اضطر انه يركب لعبة الساقية وجري وراه واحد من المجرمين، والاتنين حصل بينهم صراع انتهى بوقوع المجرم من فوق الساقية وموته. بعدها جون فاجئ تشارلز وهجم عليه وقدر انه يقبض عليه بمساعدة زمايله من المخابرات، وخدوا تشارلز بعدها عشان يحققوا معاه. وهناك سلاي بارك لصاحبه جون على الانجاز ده، بس ما كانوش يعرفوا ان المشكله لسه ما انتهتش. تشارلز قال للضباط اللي موجودين انهم لازم يسيبوه والا المجرمين اللي على الطياره هيقتلوا الرهائن واحد ورا التاني. جون حاول انه يتفاوض معاه بس بدون اي فايده. ساعتها الضباط اضطروا انهم يرجعوا تشارلز تاني للطياره عشان يحافظوا على حياه الرهائن، بس كان عندهم خطه وهي انهم هينشروا قناصه فوق مبنى قريب من الطياره، ولما تيجي اللحظه المناسبه القناصه دول هيستهدفوا كل المجرمين وهيقتلوهم، وجون هيكون مشرف على المهمه دي. في المشهد اللي بعده بنشوف تشارلز راجع تاني للطياره وسط اتنين من ضباط المخابرات، بس وهم على السلم القناصه ضربوا في الضباط، وساعتها بنكتشف ان المجرم اللي هرب من المهرجان قتل القناصه الاصليين واستولى على اسلحتهم، ودلوقتي بيضرب نار على كل الضباط اللي موجودين، وبدات معركه بين الشرطه والراجل ده، وناس كتير ماتوا من الشرطه بس قدروا يقتلوا المجرم ده في الاخر. بعدها الطيارة بدأت في الإقلاع، بس جون ما استسلمش وركب عربية من عربيات الشرطة مع بيجز وجريوا ناحية الطيارة. جون خطط إنه يدخل الطيارة عن طريق فتحة العجلات، وبالرغم من خطورة الطريقة دي إلا إنها الطريقة الوحيدة، وطبعا ما فيش حاجة صعبة على بطل الفيلم، وفعلا جون قدر إنه يدخل الطيارة عن طريق فتحة العجلات ووصل لغرفة الشحن وقتل واحد من المجرمين، واتسحب بعدها ورا صابرينا وضربها ضربة أغمى عليها
ودلوقتي تشارلز هو الوحيد اللي باقي. بس قبل ما جون يواجهه راح على أوضة الطيارين وقال لهم يغيروا مسارهم ويرجعوا تاني المطار لوسيل. وبعدها راح لتشارلز والاتنين بدأوا يطحنوا في بعض. وبالرغم ان جون كان متدرب كويس بس تشارلز كان قوي هو كمان. وفي وسط مواجهتهم دي في رصاصه جت في ازاز شباك من شبابيك الطياره وده سبب خلل في الضغط وبعدها اتكسر الباب الرئيسي هو كمان. ومارتا بقت ماسكه بكل قوتها عشان ما تقعش من الطياره. لحسن الحظ جون اتصرف بسرعه وخد تشارلز ناحيه باب الطياره المكسور وراح ضارب تشارلز بالشلوت ورماه من الطياره. واخيرا انتهت الفوضى واحتفل كل الركاب بموت الارهابيين. واتصل جون بعدها ببرج المراقبه وقال لهم انه قتل تشارلز وده فرح كل اللي موجودين جدا. وفي اخر مشهد في الفيلم الطياره هبطت بسلام وكل الركاب نزلوا منها اما عن جون فاختفى عن الصحافه لانه ما بيحبش الاستعراض وخد مارتا صاحبته الجديده ومشي. وبيتكلم سلاي بعدها مع الصحافه وبيقول لهم انه هو كان المسؤول عن انقاذ الطياره. وهنا بنكون وصلنا لنهايه فيلمنا. شكرا على المشاهده وسلامه صديقي.